اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا، بنحييكم في لايف جديد. لكن اللايف النهاردة يعني مختلف شوية. احنا النهاردة في المرحلة الرابعة من تطوير كورنيش النيل، واللي يعني لم يفتتح بشكل رسمي، لكن كان يعني تم افتتاحه للجمهور خلال فترة اجازات عيد الاضحى المبارك. لكن يعني ما زال المرحلة الرابعة في كورنيش النيل لم يتم افتتاحها بشكل رسمي أمام المواطنين. طبعا المرحلة الرابعة ضمن المراحل التطويرية اللي شهدها كورنيش النيل خلال الفترة الوجيزة اللي فاتت، وهو واحد من المشروعات العملاقة اللي شهدتها محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، واللي أعاد الصورة الذهنية لمحافظة المنيا كعروس للصعيد إلى الأذهان من جديد، نظرا للتطور الكبير اللي شهده كورنيش النيل والتوسع اللي حصل في الكورنيش. كمان الشكل الجمالي والصورة الجمالية اللي عليها كورنيش النيل، واللي يعني أصبحت أيقونة لأهالي محافظة المنيا وقبلة لزيارته، خاصة أن الكورنيش يعني بالمجان كمان، يعني تم يعني تجهيزه وتطويره بشكل متميز جدا يناسب سواء كانت الأسر المنيوية أو الشباب والأصدقاء في الخروج للتنزه بالمجان، سواء كانت المساحات الخضراء، المقاعد الرخامية الموجودة، أعمدة الإنارة المرصوصة بشكل متميز وبشكل يليق بالتطوير اللي شهده كورنيش النيل. يعني زي ما أنتم حضراتكم شايفين معايا في الصورة الشكل الجمالي لكورنيش النيل بمحافظة المنيا، ودي صورة من ضمن الصور اللي يعني موجودة على كورنيش النيل من الشمال للجنوب، واللي بدأت من مسجد سيدي أحمد الفولي. مرت مراحل التطوير لكورنيش النيل على أربع مراحل من التطوير. كانت البداية من الجنوب من مسجد سيدي أحمد الفولي، انتهاء بمحافظة المنيا في المرحلة الثالثة. بعدها كانت المرحلة الرابعة، واللي بدأت من ديوان عام محافظة المنيا جنوبا لأمام نادي المنيا الرياضي شمالا. طبعا الكورنيش وأعمال التطوير اللي ظهرت بعد أعمال التطوير اللي شهدها الكورنيش، زي ما حضراتكم شايفين ده ممشى واحد من الأماكن اللي بيقوم بها المواطن لممارسة الرياضة في محافظة المنيا. يعني لو هو عايز ونفسه يمارس الرياضة فمعمول له ممشى للمشي والجري. كمان في ممشى آخر أسفل الكورنيش اللي هو مجاور لنهر النيل، زي ما انتم شايفين ده الممشى الثاني للمواطن لو حابب يمارس الرياضة، وده طبعا احنا بنشوفه في ساعات الصباح أو ساعات المساء كثيرا، أعمال المشي والجري للكبار والصغار. فده كان معمول حساب التريض وممارسة الرياضة على كورنيش النيل. طبعا المرحلة الرابعة يعني شهدت تطوير كبير، يعني الكورنيش تم اتساعه، يعني أصبح أكبر مساحة من الماضي، المساحات الخضراء أكثر من الماضي. طبعا زي ما انتم شايفين معايا أيضا الحرص على نظافة الكورنيش من خلال وضع سلال القمامة على أعمدة الإنارة، وده يعني لتكون يعني ليكون الكورنيش مكان للنظيف، في اهتمام كبير بالنظافة. كمان المقاعد لها أشكال معينة، سواء كانت مقاعد فردية زي ما حضراتكم شايفين أو مقاعد جماعية للمواطنين في حالة خروج الأسر للتنزه على كورنيش النيل. كمان كان فيه يعني حساب، وكان في خلال أعمال التطوير اتعمل حساب دورات المياه، ففي دورة مياه في المرحلة الرابعة، دورة مياه للمواطنين المتواجدين على كورنيش النيل. أيضا يعني الخضرة والزروع بشكل كبير موجودة، كمان قصات الشجر زي ما انتم شايفين معايا
في الصورة بتكون بشكل ليها شكل مميز، ده بيخلي الكورنيش لشكل جمالي متميز، شكل دائري يعني، برضو في يعني حاجات دائرية زي ما انتم شايفين معايا كده في الصورة، الأشكال الدائرية بيكون يعني زي مقاعد أسرية أو للأسر أو للأصدقاء لما يكون العدد كبير، زي ما انتم كده شايفين معايا الصورة والشكل الجمالي لكورنيش النيل والتطوير اللي شاهده الكورنيش. زي ما بقول لحضراتكم، أعاد الصورة الذهنية لجمال محافظة المنيا كعروس للصعيد من جديد. كمان خلينا اقول لحضراتكم يعني الشكل الجمالي ده هو شكل يمكن تنفرد فيه بمحافظة المنيا اكثر من محافظات تانية. لو لاحظنا في الصورة في شمال الصورة اتجاه الشرقي لنهر النيل المتحف الاتوني اللي اوشك ايضا على الانتهاء، ده ظاهر في الصورة بين الشجرتين اهو، هتلاقوا ان الشكل الجمالي بعد يعني اعمال التطوير والانارة اللي هيشهدها هذا المتحف في المساء هيعطي ايضا شكلا جماليا لكورنيش النيل. ايضا كمان الانارة هنا بتكون في متوازيات في ساعات الليل، وبالتالي بيكون الشكل الجمالي لكورنيش النيل في ساعات الليل شكلا مميزا بيميز كثيرا المحافظة وبيميز كثيرا محافظة المنيا في ساعات الليل مع الأشكال الجمالية للأنوار ويعني التوازي اللي موجود عليه لأعمدة الإنارة. كمان الشكل الجمالي لنهر النيل إضافة كبيرة لكورنيش النيل، وطبعا المراكب النيلية اللي موجودة على ضفاف نهر النيل واللي بتقوم بأعمال الرحلات النيلية في نهر النيل. يعني احنا في اللايف رصدنا لحضراتكم جمال كورنيش النيل في مرحلته الرابعة اللي لسه لم تفتتح رسميا، لكن يعني كان تم افتتاحها امام الجمهور خلال عيد الاضحى المبارك. احنا النهاردة في المرحلة الرابعة لكورنيش النيل، شوفوا الجمال يعني جمال المنطقة وجمال كورنيش النيل ونهر النيل العظيم اللي يعني بيحيط كورنيش النيل والشكل الجمالي للكورنيش في مرحلته الرابعة. كنا معاكم محافظ المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظة المنيا.